أمريكا أليكس يونيفرستي. تكرار الأمر، يمكنك تكرار أمر وذلك كما يلي. الآن قم بعمل تدوير لهذا النص من قائمة Edit، اختر Transform ثم Rotate. يمكن تحديد الزاوية هنا مثلا ناقص 30، ثم الضغط على Enter لتثبيت هذا التحويل أو التغيير. الآن اختر طبقة أخرى مثلا طبقة المستطيل، قم بعمل تحديد حولها على سبيل المثال هذا التحديد. نريد عمل تدوير بنفس التدوير السابق أو آخر تدوير أو آخر أمر قمت به. من قائمة Edit اختر الأمر Transform ثم اختر الأمر Again، فيتم القيام بآخر أمر على هذا الكائن. نريد تطبيقه على النص الموجود هنا على سبيل المثال القمة للمعلومات، نختارها ثم نقوم بعمل تحديد حول النص، ثم من قائمة Edit نختار الأمر Transform ثم Again ليتم عمل تدوير بنفس الزاوية كذلك للنص في الطبقة القمة للمعلومات. تغيير مقياس تحديد، يمكنك تغيير مقياس تحديد وذلك كما يلي. نريد تغيير مقياس هذا الصندوق أو المستطيل، انقر عليه وسط الزر الأيمن واخترت Shape 1 ليتم تحديد طبقته. الآن يمكنك عمل تحديد حوله، اختر أداة التحديد ثم انقر على هذا الكائن، تم تحديد الكائن. الآن من قائمة Edit تختار Transform ثم Scale. يمكنك تغيير مقياس التحديد بالنقر على أي مقبض من مقابضه، لاحظ هنا يمكنك النقر على أي مقبض لتغيير المقياس سواء بالطول أو بالعرض. ويمكنك كتابة القيم، تغيير المقياس هنا للعرض وهنا للارتفاع كنسبة مئوية، ويمكن الربط بينهما بحيث يتم المحافظة على النسبة بينهما بين الطول والعرض، بحيث إذا كانت القيمة هنا 100% يتم التغيير إلى 100% هنا. أما إذا ألغينا هذا الاختيار فيتم التغيير بشكل غير متناسق للطول والعرض، اختر 120% للارتفاع أما العرض فيبقى ثابت. أما X و Y فتغير الموقع، مثلا يمكنك جعل الموقع في موقع آخر مثلا عند النقطة 250 لX و Y عند النقطة 300 فيصبح الصندوق هنا، أو يمكن سحبه من أي مكان في منتصفه لوضعه في المكان الصحيح كما هو واضح هنا. الآن لتثبيت ذلك انقر على إشارة الصح أو Enter، ولإلغاء جميع التعديلات اختر Cancel Transform أو Escape، نختار تثبيت ذلك. إذا أردنا عمل تعديلات على النص مثلا هذه الطبقة طبقة النص، نختارها فوتوشوب الإصدار السابع. إذا ذهبنا إلى Edit نلاحظ أن اختيارات Transform غير فعالة، يجب تحويل الطبقة إلى راستر لاير أو طبقة نقطية، انقر عليه بواسطة الزر الأيمن واختر راسترايز لاير ليتم إمكانية التعامل معها أو تحويلها. الآن يمكننا اختيارها أو اختيار النص من قائمة Edit، يمكن من Transform عمل Scale، يمكن زيادة حجم النص الآن إن أردنا ذلك، وكذلك يمكنك تحريكه والتعامل معه بأي صيغة. اضغط Escape الآن لإلغاء جميع التعديلات أو Enter لتثبيت التعديلات. اضغط Ctrl D لإلغاء التحديد ورؤية الشكل النهائي. تدوير تحديد، يمكنك تدوير تحديد وذلك كما يلي. حدد طبقة النص فوتوشوب ثم قم بعمل تحديد كما تعلمنا سابقا بأي طرق من طرق التحديد، ثم من قائمة Edit اختر الأمر Transform ثم Rotate. يمكنك التدوير، لاحظ هنا يمكنك التحريك من أي زاوية لأي مكان، لاحظ هنا يمكنك التدوير في أي زاوية تحريك النص في أي اتجاه، ولاحظ الزاوية مسجلة هنا. إذا كانت الزاوية بالإشارة الناقص
فيتم الدوران في عكس عقارب الساعة. أما إذا كانت الزاوية موجبة اختر الزاوية 45 فيتم الدوران مع عقارب الساعة. اختر الزاوية مثلا 180 لقلب النص على سبيل المثال. اختر الزاوية 90 لوضع النص في وضع عمودي على سبيل المثال. أو اختر زاوية مثلا 30 درجة على سبيل المثال. لتثبيت ذلك اضغط على انتر إن أردت ذلك. انحراف تحديد. إذا أردنا عمل انحراف لهذا التحديد من قائمة Edit اختر Transform ثم اختر الأمر سكوي. يمكن عمل انحراف أفقي أو عمودي. لاحظ هنا أي مقبض يمكن عمل انحراف له. لاحظ هنا يمكن عمل انحراف من هنا كذلك إن أردت ذلك. يمكن عمل انحراف بواسطة النقر على المقبض الأوسط. انحراف أفقي أو انحراف عمودي. ولاحظ القيم المتغيرة هنا. لاحظ هنا H تساوي ناقص 8. لاحظ عمليات الانحراف وتغيير الشكل عند عملية الانحراف. تشويه وتحديد. يمكنك عمل تشويه لتحديد وذلك من قائمة Edit اختر الأمر Transform ثم Distort. يمكنك عمل تشويه. لاحظ هنا لاحظ التشويه يختلف عن الانحراف مما يغير في الشكل. لاحظ هنا يتم تغيير في الشكل. لاحظ عملية التشويه للشكل أو النص أو أي كائن محدد. لاحظ هنا عملية التشويه التي تغير في الأشكال أو الصور كما تريد. لاحظ هنا تمت عملية التشويه بعدة اتجاهات عند النقر على أي مقبض من المقابض الموجودة أو التغيير في القيم هنا H و V وكذلك الزاوية يمكنك تغييرها لتغيير مقدار التشويه. وعند الرغبة في تثبيت ذلك اضغط على Enter واضغط Ctrl D لإلغاء التحديد. تطبيق التأثير المنظوري. إذا قمت بعمل تحديد على طبقة معينة وأردت عمل تأثير منظوري فمن قائمة Edit اختر الأمر Transform ثم Perspective. الآن يمكنك التعامل مع هذه المقابض لعمل تأثير منظوري. لاحظ هنا يتم تحريك المقابض من الاتجاهين. لاحظ ذلك. يمكن عمل تأثير منظوري كذلك بهذا الشكل. لاحظ هنا تغير H والزاوية وكذلك B يمكنك تغييرها مثلا ناقص 10 على سبيل المثال لعمل تأثير منظوري إن أردت ذلك. لاحظ هنا التأثير المنظوري بهذا الشكل أو التأثير ثلاثي الأبعاد إن أردت تسميته بهذا الاسم.